في القاهرة في 25 أكتوبر عام 1976 مؤتمر رؤساء الدول العربية في جو سادته الوحدة المستردة. وساهم في هذا المؤتمر رئيس الدولة الأستاذ المختار ويلد دادا الأمين العام للحزب والوفد الذي صحبه، واستقبلهما الرئيس السادات في مطار القاهرة. وأما الهدف الرئيسي للمؤتمر الذي سبقه اجتماع محدود لرؤساء الدول العربية، فالبحث عن حل عادل منصف يصون حقوق عودة الشعب الفلسطيني لبلاده، وهي حقوق لا يجوز التصرف فيها وغير قابلة للتقادم. بعد انعقاد المؤتمر حضر إلى بلادنا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية شقيق الشعب البريطاني وصديقه السيد ياسر عرفات في زيارة ودية للاجتماع برئيسنا الأمين العام للحزب الأستاذ المختار ولد دادا، الذي وصفه ياسر عرفات بمنافح عن القضية الفلسطينية الذي لا يكل ولا يتعب.